الحمل السورية. هذا النداء يدفع المواطنات والمواطنين جميع المغاربة الأحرار دائما في الحملات التحسيسية تؤكد الدولة الأحرار مشاهدي قناة شوف تيفي مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وحملة تحسيسية تقوم بها السلطات المحلية كعادتها منذ بداية وباء كورونا أجل تحسيس المواطن المغربي بخطورة هذا الوباء. ودائما كنقولوها أن دور السلطة قبل ما يكون زجري فهو تحسيسي. هذه الحملة التحسيسية اللي كيقوموا بها ايضا المواطنين والمواطنات بمعية نساء ورجال السلطة. تحسيس بمخاطر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واللي اكيد لا زال بعض المواطنين كيتهاونوا بهذا الوباء. كاين اللي كيقول ما كاينش، كاين اللي كيقول كل واحد شنو كيقول، ولكن راه كاين فيروس، كاين هذا الوباء اللي كيقتل وكيحصد ارواح كل يوم. ودائما في اطار الحمله التحسيسيه من اجل اتخاذ التدابير الاحترازيه والوقائيه ضد كوفيد 19 المستجد، مرض كورونا، فيروس كورونا الذي يهدد بلادنا العزيزه، وتماشيا مع الخطاب الملكي الثاني للملك محمد بن السادس نزل الله والده، تقوم المنظمه الوطنيه بتصحيح بتكشيف الجهود وبالسهر على راحه المواطنين والمواطنات من حيث يام وفاوزر نازيل هذه الساكنه التي تبقى عزيزه على قلوبنا. الله يجزيكم بخير المرض نزلكي بنصره عيش وسطنا. لا زال بعض الشباب الله يهديهم تيخرجوا بلا كمامات، مازال ما عارفينش بخطورة هذا الوباء وهذا البلاء للأسف الشديد. مداهمون من كل مكان، الله يرحمكم الوالدين، الله يجزيكم بخير لنحمي أنفسنا تحت شعار المواطنة الالتزام، لنحمي أنفسنا علينا ضروري باتخاذ التدابير الاحترازية، وذلك عدم التحية إلا بدون مقاطعة وضرورة وضع الكمامات. السلام عليكم، لاباس عليك؟ نهضروا معاك؟ علينا اخذ الاحتياجات بشده وعدم التهاون، ونشكر السلطات التي
تدافر الجمهور من اجل حمايه المواطنين والمواطنات ونقوم مع هذه الحمله وتطبيق الكمامات في حي ديار الوفاء. عليكم السلام ورحمة الله. حميد الطهراوي رئيس جمعية أمل للشباب والطفولة، كنشتغل في العمل الجمعوي. هاد الحملة التحسيسية كتقوم بها المنظمة الوطنية للتجار في إطار ما كيتعرف بكوفيد 19، مرض الخبيث اللي صاب العالم وصاب بلادنا، وتماشيا مع الخطاب السامي لصاحب الجلالة. عندك اختي عندك سيدوس نعود وياك. كيف قلت لك، تماشيا مع الخطاب السامي لصاحب الجلالة نصره الله، احنا كمجتمع مدني كنقوموا بحملة ديالنا تحسيسية مع المواطنين، اللي هي كنحثوا المواطنين على التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامة، وهذا الشيء هو اللي غادي يقينا من هذا المرض هذا اللي صابنا. الحمد لله هذا وباء ربما من عند الله سبحانه وتعالى، اعطانا واحد الدرس نعرفوا بان الدنيا ما دايماش، يعني الانسان خصو دائما يدير احتياطات ديال الواجبه باش ما نمرضوش عائلات ديالنا وما نمرضوش الناس اللي عزازين علينا، وباش ما نفقدوش العديد ديال الناس اللي هما قرابين لينا. فاحنا كنديروا غير واحد الاجراءات اللي هي بسيطه كتخلينا نكونوا على بال، هو اننا نكونوا كنديروا التباعد الاجتماعي كيف قلت لكم، ونديروا الكمامه ديالنا. والسلام عليكم.